بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في درس جديد نتدارس فيه سويا حول مفهوم المبتدأ والخبر. إذا درسنا بعنوان المبتدأ والخبر. هنا أيها الطالب الكريم تمهيد، استرجع ما درسته وأكمل الفراغات التالية. سبق وأن تعرفت أيها الطالب الكريم أن الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. وأيضا تعرفت أن الجملة الاسمية تبدأ بماذا؟ ها، هل تعرف؟ أحسن، تبدأ باسم، ممتاز. إذا الجملة الاسمية تبدأ باسم وتتكون من، أحسنت، من مبتدأ وخبر. إذن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، أحسنت. طيب، المبتدأ هو الاسم الوارد في بداية الجملة الاسمية، أول كلمة في الجملة الاسمية هو المبتدأ، أول كلمة في الجملة الاسمية هو المبتدأ. انظر لهذا المثال، السماء صافية، أول كلمة في هذه الجملة هي كلمة السماء، وانظر أنها اسم، إذن السماء مبتدأ، السماء مبتدأ. طيب، هنا أيضا تعرفنا على القسم الثاني وهو الخبر الذي يتكون منه الجملة الاسمية، وهو اللفظ الذي يتمم المعنى مع المبتدأ. إذن اللفظ الذي يتمم المعنى مع المبتدأ. انظر أيضا لهذا المثال، السماء صافية، لو قلنا السماء وسكتنا لم استفدنا أي معنى، لكن لما قلنا صافية أفاد هذا معنى مع المبتدأ وأخبرنا بأن السماء صافية، فالسماء مبتدأ وصافية خبر. الآن أيها الطالب الكريم، أولا نتأمل التراكيب التالية وأحدد المبتدأ والخبر فيها. انظر لهذه الجملة، القتل ذنب عظيم، أين المبتدأ؟ أحسنت، القتل. طيب، القتل ذنب عظيم، ما الكلمة التي أتمت لي المعنى؟ أحسنت، ذنب، ممتاز. طيب، نأتي إلى الجملة الثانية، المسلمان متحابان، أين المبتدأ؟ أحسنت، المسلمان، أول كلمة في الجملة الاسمية هي المبتدأ. طيب، المسلمان ما هما؟ أريد معنى. أحسنت، متحابان، إذا متحابان هو الخبر، أحسنت. طيب، انظر للجملة الثالثة، الآيات في كتاب الله بينة، أين المبتدأ؟ أحسنت، الآيات هو المبتدأ. طيب، أين الخبر الذي تمم المعنى؟ هل هو في أو كلمة كتاب أو لفظ الجلالة الله أو بينة؟ لو قلنا الآيات في لم استفدنا معنى. طيب، لو قلنا الآيات في كتاب الله أيضا لم نستفد معنى، لكن لما قلنا الآيات في كتاب الله بينة هنا اتضح لنا معنى، إذن الخبر سيكون، أحسنت، الخبر سيكون بينة، ممتاز. طيب، انظر إلى الجملة الرابعة، إزهاق الروح محرم، ما رأيك؟ أين المبتدأ؟ أحسنت، إزهاق هو المبتدأ. طيب، أين الخبر؟ إزهاق الروح وسكتنا لم نستفد معنى، إذن لما نقول إزهاق الروح فقط لم نستفد معنى، لكن لما نقول إزهاق الروح محرم هنا اتضح لنا معنى، إذن أحسنت، محرم هي الخبر، لأنه بها اتضح المعنى، أحسنت. الآن ثانيا أحدد علامة الرفع لركني الجملة الاسمية في الجمل التالية. أولا، أعلم أن المفرد علامة إعرابه الضمة في حال الرفع، وهي علامة أصلية، يعني إذا وقع مبتدأ أو خبر فعلامة رفعه هي الضمة وهي علامة أصلية. انظر لهذا المثال، القتل ذنب عظيم، نحن قلنا بأن القتل هو المبتدأ وذنب هو الخبر، القتل مفرد وذنب مفرد، إذا العلامة ستكون، أحسنت، العلامة ستكون الضمة، أحسنت. طيب، أيضا أعلم أن المثنى وهما دل على اثنين علامة إعرابه الألف في حال الرفع، وهي علامة غير أصلية، إذن إذا وقع المثنى مبتدأ أو خبرا فعلامته هي الرفع بالألف. انظر لهذا المثال، المسلمان متحبان، المسلمان هو المبتدأ ومتحبان هو الخبر، وهاتين الكلمتين تدلان على مثنى، إذا ما العلامة؟
أحسنت علامتهما أو علامة رفعهما الألف، أحسنت. طيب، أعلم أن أيضا جمع المذكر علامة إعرابه الواو في حال الرفع وهي علامة غير أصلية. انظر، المسلمون صادقون، المسلمون مبتدأ وصادقون خبر، ودل على جمع مذكر، إذن ستكون العلامة هي أحسنت الواو، العلامة هي الواو، أحسنت. طيب، أعلم أن جمع التكسير علامة إعرابه الضمة في حال الرفع وهي علامة أصلية. انظر، المساجد واسعة، المساجد هنا هو المبتدأ، وانظر المساجد جمع تكسير، إذن ما العلامة؟ أحسنت، علامة ستكون الضمة، العلامة ستكون الضمة، أحسنت. طيب، أعلم أن أيضا جمع المؤنث علامة إعرابه الضمة في حال الرفع وهي علامة أصلية. انظر، العبادات أمانات، العبادات مبتدأ وأمانات خبر، وانظر العبادات وأمانات دل على جمع المؤنث، إذن ما العلامة؟ أحسنت، العلامة هي الضمة، أحسنت. طيب، الآن ثالثا، أنتج جمل اسمية تامة المعنى باستخدام المبتدأ والخبر وفقا للمطلوب. انظر، هنا يريد جملة اسمية المبتدأ فيها يكون جمع مذكر سالم، ماذا أقول؟ ماذا أقول جمع مذكر سالم؟ أحسنت، المسلمون منتصرون، فالمسلمون مبتدأ وهو دل على جمع مذكر مرفوع بالواو، أحسنت. طيب، هنا يريد المبتدأ مثنى مؤنث، مثنى مؤنث، ماذا نقول؟ أحسنت، الطالبتان مجتهدتان، فالطالبتان هنا مبتدأ وهو مثنى مؤنث دل على أنثى. طيب، انظر، هنا يريد المبتدأ جمع مؤنث سالم، ماذا نقول؟ أحسنت، المعلمات في المدارس مجتهدات، المبتدأ هنا عندي كلمة المعلمات ودلت على جمع مؤنث سالم، أحسنت. طيب، هنا يريد المبتدأ جمع تكسير، ماذا نقول؟ أحسنت، المساجد ممتلئة بالمصلين، فالمساجد مبتدأ ودل على جمع تكسير. إذن ملخص درسنا المبتدأ والخبر أن الجملة إما أن تكون اسمية تبدأ باسم أو فعلية تبدأ بفعل، وعلامة الرفع الضمة للمفرد وجمع المؤنث وجمع التكسير، والألف للمثنى والواو لجمع المذكر.